نشرت دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم 3 دور عبادة شملت مسجداً وكنيسة وكنيساً، وسيبدأ البيت باستقبال زواره في الأول من شهر آذار القادم. وأوضح رئيس بيت العائلة الإبراهيمية محمد خليفة المبارك أن افتتاح هذا الصرح يعكس رؤية الإمارات وقيمها لطلاق الإنسانية وحوار الثقافات والتنوع الذي تتسم به هذه الدولة، كما سيكرس جهوده لتعزيز العيش المشترك للأجيال القادمة وفق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وفضيلة إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019. وقال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الكرسي الرسولي الكاردينال ميغيل أيوسيل إن بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي يشكل نموذجاً مثالياً لجميع أفراد المجتمع من مختلف الأديان والثقافات والتقاليد والمعتقدات للعودة إلى الجوهر، وستتركز اهتماماته على تعزيز الحوار والاحترام المتبادل على درب السلام.